السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد 4 أشهر من أن احنا شكلنا هذه شجرة النيم بالواير، مثل ما احنا شايفين ما شاء الله في نمو قوي صار بعد ما نقلناها وشكلناها بالواير. راح أتكلم عن مفعول الواير، راح أرويكم بالقرب، وراح أتكلم عن التفرع اللي صار. في عندي أغصان ماتت وفي غصن قصيته هني لأنه صار وايد طويل، اضطريت أرده يبين محل القطع، راح أرويكم عن قرب. وهني نفس الشيء، أساس ما بغيت إن هذه يصير وايد سميك ويبتدي ينافس الساق الرئيسي. فراح نواصل شغلنا بعد 4 أشهر، لأن الحين بداية الموسم، فعندنا موسم طويل حق النمو، فلازم نقلم ونجهز الشيارة حق نمو جديد، ونبتدي نختار الجهات والتفرع اللي نبغيه يصير. فراح نجرب الكاميرا ونبتدي نشتغل على الشجيرة مع بعض. مثل ما ذكرت، لاحظوا هذه الغصن اللي قطعته، هذه غصن ميت، فهذه مات، هاي تخشب عندي ومات، ولكن نبت عندي غصن جديد، فراح نرد نقلم ونحن بشكل ان نوجه نمو هذه الغصن الجديد. هني ايضا عندي غصن اللي قطعته ونبت عندي هني هذه الغصن اللي متجه بهذا الاتجاه، فصايرين الغصنين هذولين فوق بعض، هل نبغيهم بهذه الطريقة؟ راح نشوف. وعندي هذه الغصن اللي صاير مستقيم، قطعته هني ونبت عندي ما شاء الله كل ذي النمو. راح نشوف الساق عن قرب أكثر، وراح نتكلم عن اللي صار مع الواير. نلاحظ في الساق بالذات هني هذه وشوية هني، مبين شوية هني بعد، هذه اللي صاير أو الأثر هذه اللي في الساق نفسه صاير بسبب أن الواير انترك شوي أكثر من اللازم، فبدأ النمو عبارة يلتف على الواير، يسمونه واير بايت، كأن الواير أو الحديد بدأ يعض في ساق الشجيرة ويسبب هذه. هذه مع الوقت راح يتصلح إن شاء الله، ولكن راح ياخذ وقت، فلازم نحاسب حق إذا شفنا نمو قوي بسرعة نتدارك ونشيل الواير بشكل سريع أساس ما يصير عندنا هذا الشيء. في ناس تبغي هذا الشيء عشان يصير في آثار مميزة، خلنا نقول في الشجيرة، يعني آثار أن الشجرة تعورت ومع الوقت ردت نمت وكذا، فيسرعون العملية بهذه الطريقة. هذا شيء البعض يسويه، ولكن في حالتنا ما نبغي هذا الشيء، ولكن صار، راح مع الوقت كل ما يسمك الغص الساق راح يصير أملس أكثر ويمتلئ أكثر، وهذه شوي شوي مع الوقت راح يخف. فراح نطلع برا شوي ونبتدي نشكل ونشتغل على الشجيرة ونشوف الخطوات الجاية لها إن شاء الله. فالحين عندنا هذه الشجيرة، أول شيء راح أسويه اللي هو إزالة هذه الخشب الميت، هذه أول شيء لازم نسويه. فبهذا الشكل وأحاول أن أدمج هذه الجزء مع هذه الجزء أساس ما يصير في عندي يعني نمو سميك غريب يكون في الساق نفسه. هني نفس الشيء، هذه وهني نفس الشيء. قبل لا أبتدي أفكر في أي شيء ثاني في الشجيرة نفسها. طيب، الحين مثل ما ذكرت، الحين عندي هاي الغصنين صايرين فوق بعض متوازيين تقريبا، وهذا شيء مو مرغوب فيه. اقدر ازيل اللي تحت واخلي اللي فوق لانه صاير اضعف ومع الوقت راح يصير اسمك، هذه سميك وصاير مستقيم اكثر، فلو اتخلص منه ممكن يكون احسن بالنسبة لي، فراح ازيله بالكامل. هذا الشكل راح بس شوي احاول انه انظف القطع على اساس انه اللحاء يلتئم بشكل نظيف. طيب، عندي هذه الغصن، هذه راح اقطع، انا اشيل هذه على اساس الرؤية تكون اوضح عندكم، ينمو بهذه الطريقة وبعدين يتجه بهذه الطريقة. لو قطعت هني راح ينبت من هذه الجهة، فراح يصير في شوي توجه إلى الخلف، يعني يعطيني تحرك أكثر في الغصن أو
مقارنة بالشجيرة، بدال ما يرجع إلى الأمام ممكن أن أخلي إلى الأمام، يعني تكون كأنه مايل بهذه الطريقة، الاثنين ممكن، فرح أخذ إلى البرعم اللي متجه إلى الأمام وراح نشوف شي يطلع معانا وبعدها نقدر نقرر. عندي هذه ضعيف جدا فرح أخليه، ما راح أسوي في شيء. إني إلى القرار الرئيسي في هذه الغصن الطويل، إيش راح نسوي هني؟ هذه النقطة اللي مات فيها الساق الرئيسي ونمى، هذه صار في نوع التكور، صار في كتلة، بصراحة مو عاجبتني وايد. أقدر أزيل الشجيرة إلى هني فيبقى عندي هذه بس، لكن النمو صاير البرعم اللي عندي هني صاير إلى الخلف. ممكن أقطع هني وهذه البرعم يبتدي يتحرك بهذه الجهة، ممكن، أو أقطع هني ورجع النمو إلى الخلف بحيث أنه ترجع، ممكن، بس هذه المشكلة هني، هذه هي المشكلة. يعني لو قلنا بس مجرد على أساس أخفها، وطبعا وايد مهم ان احنا نحدد وين راح يكون امام النبتة، الجهة الامامية للنبتة. راح اقطع هني واخلي بيه البرعم هو اللي ينشط، راح نشوف، فراح اعطي روحي مجال وبهذا الشكل تبقى الشيرة بهذا الشكل بعد التقليم. طبعا البعض راح يقول ما بقى فيها شيء، ولكن النيم مع التقليم معروفة انها تبرعم بشكل قوي بعد التقليم في الجزء اللي تحت التقليم، ففيها هاي الخاصية. في بعض الاشجار ما فيها هاي الخاصية، فالحين راح نخليها تنمو الى تقريبا ممكن الى يناير، فنعطيها بعد شهرين ثلاثة تنمو ونشوف شو يصير، اذا ممكن نقلمها مرة ثانية قبل دخول الربيع اللي راح يصير فيه دفعة نمو ثانية قوية، يعتمد على الجو وعلى نمو الشجيرة نفسها. هذه التشكيل الحالي، ومع الوقت راح يتطور وحسب نمو النبتة في اشياء راح تتغير، في اشياء ما ندري شون راح تصير، راح نحاول ونشوف مع طريقة نمو الشجيرة. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو البسيط، ولكن إن شاء الله مع تسلسل نمو هذه الشجيرة وتطورها راح تشوفون كيف بنينا من شجرة بسيطة جدا شجرة فيها شكل والجمال على مر السنين إن شاء الله. فاللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، في أمان الله.